واو. تعالوا نشوف كيف نسوي ألذ باستا صحية. استخدمها سمرة ضر. اي نعم، هي افضل من الباستا العادية لانها تحتوي على كمية الياف عالية وتشعرك بالشبع بسرعة. دجاج صحي يكون طريقة طبخة، تستبعد الزبدة، تروح لقليل زيت زيتون، حط الباستا. استغني عن الزيت سواء الزيتون او العادي في سلق المكرونة لما اكثر الموية، هذا يقلل تلاصق المكرونة مع بعض. حطينا شوي زيت زيتون، نضيف البصل، نضيف صدور الدجاج، حط الجزر والكوسة، حط البهارات، حط صوص الباستا. احبها بينك باستا مع كريمة مو بصوص طماط. حلو، مو مشكلة، الكريمة لايت. هذه تنحف يعني؟ لا، سعراتها اقل. بروكلي، طماط، حط الباستا. بسم الله. شوي من موية السلق. وهذه جبنتين عشانك. الله عليك. موزاريلا طبيعية.